عشان تطبيق شرع ربنا، وطالبين طالبين شرع الله في الدستور. عايزين الهيئة الدستورية تطبق شرع الله في الدستور غصب عن أي حد، العلمانيين، الليبراليين، العلمانيين، الناس اللي بيجوا في الإعلام دول اللي بيضللوا الشعب غصب عنهم. تطبيق شرع الله إن شاء الله، القرآن تطبيق شرع الله في الدستور. طب مين اللي جاي معاك هنا بقى؟